منى. ايوه انا مش مصدق عيني. من هو بين ايديك؟ تعالي بقى كده حد بقى اصل كده. ايوه الله. انا عارف ان الجواز حلو من زمان. ليه كل ما بضمك بحس ان انا ما بعرفش انا مين ولا جيت منين ولا انا فين؟ قد كده بتحبني يا تحسين؟ هو انا لما كنتش بحبك كنت استحملت بلاوي امك؟ استني بقى تبقى ليه؟ منى ايوه يا واد ما عرفتي تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره ربنا. بدو الواد خبيث ده قاعد يقول لي اربع لحد الواحد دماغه ملفت. ايوه يا واد ما عرفتي تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. ايوه يا واد يا دي النيله. يظهر ان فطر الاربعة تتخاد الواحد يتهاله حاجات نيلة خالص. ايه اللي نيلة يا نيلة؟ لا اصل انا كنت قعدت اربع والواحد خميس يقول لي انت بيت اربع ليه؟ وانا اقول انا بكلم مين؟ بكلم مين؟ ما انتش عارفني بتشبه عليا. وفي الحقيقة الوش العكر ده برضه مر عليا قبل كده. عكر؟ انا زوزو هانم يا ابن حفيظة. زوزو؟ انت كنت فاهم انك تقدر تتجوز البنت من ورايا؟ ده بوحدك. هي سايبة ملهاش أم تحميها. يا مرحبا. تحسين يا خبر. تحسين تحسين ايه يا حبيبي مالك؟ زوزو. زوزو مين؟ أمك. مالها؟ لا برضو واجب الواحد يرى الفتحة اللي راحها. لا يا حبيبي يا تحسين قد ايه انت طيب. قوي. طيب قوي خالص. نهار ابيض. نبي تحسين نبي. توبة كنت اربع تاني. توبة والنبي توبة. ايوه يا واد عرفت تنقي. ايوه يا واد خدت الاموره. احوي ايه اللي بتعمله ده يا قليل الحي؟ مش تختلش عيب؟ لا ده الموضوع مش موضوع اربعه بقى. رد عليا هنا. ايه اللي بتحببه في البنطلون ده؟ بفك الزرار عشان اقلعه. اتقلع دماغك من جسمك. طيب بتلعب جام يا واد مش تختلش عيب؟ يعني انام بهدومي؟ شوف لك حته تانيه اقلع ونام فيها وانت عامل زي البورس كده. ايه ده؟ هي حصلت الشبشب؟ لا بقى. ايه ده ايه اللي بتعمله ده؟ يا حبيبي انت بتكلم نفسك؟ بنفس مين؟ هي نفس شبه كده؟ بكلم امك يا ست هاني. والله العظيم بكلم امي. يا حبيبي انت لسه قاري الفاتحه عليها. امك رجعت تاني؟ رجعت تاني؟ ازاي بس ده مش مصدقاني؟ امك رجعت اكيد ما حدش يرضي يقبلها فوق لا في الجنه ولا في النار. قامت رجعت لنا تاني طردوها من فوق. قطع مش مصدقاني والله العظيم. امك اهي واحده لسه اربع قطع على السرير. يا حبيبي السرير فاضي. بس اما اشوفه. هو مين؟ حانوت الكلب اللي دفنها. كان لازم يبنوا فيها هرم خوف عشان ما تهربش. تحسين انا مش ممكن اقعد معاك وانت بتتكلم مع ماما بالشكل ده. منى تعالى هنا يا حسين. انت يا وليه انت مش اتكلت على الله وسبت في البكابورت؟ وسلمت الامانه للي خلاها سبحانه وتعالى زي كل الناس؟ الحمد لله. امال ايه اللي جابك تاني؟ خدت لك اجازه مفتوحه بدون مرتب وقعدت لك لحد ما اطلق البيت واجوزها واحد على مزاجي انا. لا يكون في علمك بقى لا انت ولا عفاريت البلد بقى حالها يفرقوا بينه وبين منى. يا بنت اهدي امال. تحسين معذور اصل امك صعبه قوي ما تتنسيش بالسائل. يا بابا ده قاعد بيكلم نفسه في قلب الاوضه. اذا كانت خلت ابوك يكلم نفسه في ميدان التحرير يبقى مش هتخلي جوزك يكلم نفسه في اوضه. ايوه مين؟ تحسين اللهم تعالوا خير.
حد يخرج في ليله زي دي؟ مالك يا تحسين؟ مش موافق على الجواز. معقوله؟ دي منى بتحبك. انا بتكلم عن امها. امها؟ امها مين؟ ده كله في المجاري يابا، ولا انت ناسي؟ تصور، تقول انت فاهم يا ابن حفيظه ان ملهاش ام تحميها؟ ده بعدك. هي مين اللي قالت لك كده؟ حفيظه ظريفه. يا سلام. والمصيبه لما جيت اقلع هدومي، انت عارف يا خميس الواحد لازم يقلع هدومه في ليله زي دي. ايوه مش كده برضه ولا ايه؟ انا طبعا مش لازم الواحد يقلع هدومه. لا اكيد. عملت لي فضيحه. راحت بص لي وقالت لي انت بتقلع قدامي يا فندي يا قليل الحياه؟ هو انت ما عندكش دم؟ ما عندكش خشه؟ مين هي اللي قالت لك كده يا تحسين؟ يا خميس بقول لك امها. امها؟ انت اتجوزت امها يا تحسين؟ امها ايه؟ لا انا متجوز بنتها، فبنتها تقول ابقى انا مرات جوز امها، يعني انا وجوز بنت امها في الجوز امها. انت ليه؟ اجيب لك فنجان اسبرين وقهوه. فنجان اسبرين وقهوه؟ اقول لها رجعت تاني ازاي؟ تقول لي خدت اجازه مفتوحه. شوف الحلاوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيني وبينك تلاقيهم في الآخر رجعوها تاني عشان يخلصوا منها. أعمل لك فنجان قهوة. قهوة إيه يا خميس؟ أنا عايز أذكر عشان أنساها، عايز أربع. تحسين عاوز يأربع. اللهم اكفينا شر الفضايح يا رب. ايه ده منى ده؟ يا بنتي مش معقول كده. خشي نميلك شويه، ده احنا بقينا وش الفجر. يا بابا انا عايز افهم هو ساب البيت ومشي ليه؟ البركه في امك. صدقي بالله يا منى انا ليله دخلتي عليها اربعت اربع ازايز كونياك كله فوازير، ده غير ازازتين طافيه وازازتين عرقي وبوظه كمان، وكل ده عشان انسى انك تطشت في مزاري واتجوزتها. وانتي يا بابا؟ كنت اخد الكاس اطلطش واتوزن، ابص لها السبرت يطير من دماغي وافوق، اخد الكاس التاني اطلطش واتوزن، ابص لها افوق، وفضلت على دي الحال، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، اطلطش واتوزن وافوق، لحد ما عرفت ان مفيش فايده ومفيش مفر من امي. ومرت الايام وحضرتك شرفتي، الدنيا اتصلحت وحلوت بوجودك. عارفه منى؟ انا استحملت الغلب ده كله عشان خاطر عيونك انت. يا حبيبي يا بابا. يلا بنتي خشي استريحي شويه والصباح رباح. قربي مني شوية يا تحسين. انت فاهم غلط يا تحسين. بحبك. انا بعبدك. انا خميس. والله ما تكوني جمعة حد. هقول لحد هزل يا خميس. يو انا بغير بقى. بغير يا تسحيل. يا تحسين انت زودتها يا تحسين. يو اصحى فوق. تحسين. تحسين. امال فين منى؟ منى مين؟ منى حبيبتي فين؟ منى. منى. يا منى. حبيبتي يا منى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا أمي، كانت دايما تقول لي ما تنامش جنب واحد واخد زومبا من مراته. أمال فين تحسين يا معلم؟ والله مش عارف، ما لقيتوش في البيت يا بابا. لا يكون جرى